انا وشي اسود بين الناس بسببكم. ليش؟ ليش نحن شو عملنا؟ بنت مين انت؟ اخت مين؟ انا مين جوز اختي؟ وينه ابن اختي؟ ليش اختي وبناتها محولين بيته لدكان يفوت عليها يلي بيسوى واللي ما بيسوى؟ انا بعرف انكم عم تدوروا على ابن حلال، بس الناس ما بتفهم الكلام. خالي بكفي، انا ما اجيت لعندك مشان ترش ملح على جروحنا، انا اجيت لعندك مشان ذكرك ان مسؤولين منك انا وامي وهانيا، المفروض انك انت تحمينا. جيت حرك فيك الشعور الانساني الطبيعي الموجود عند كل انسان، بس يا خسارة هالشعور طلع ميت عندك، والميت صعب يصحى. عايدة، احترمتك طول عمري، بس مو مشانك، مشان امي، لانك اخوها. لكن بعد اللي سمعته منك رح اقول لك استنى يا خالي، انا رح ارد لك الصعصعين. تخرسي وتروحي على البيت فورا، يلا. صدقني يا خالي، اذا القاضي نطق بالحكم لصالحنا رح يكون رحمك من النار، إذا شعلت ببيتك ما حدا رح يقدر يطفيها، ولا حتى أنا. وقت اللي بينزلوا على السوق ما بيعرفوا يرجعوا، فعلا تأخروا كتير، بيمضى فيهم العمر وهن بالسوق. شو بك ما عم تسمعني؟ عم بحكي معك. تعرف غسان، احيانا بحس اني مقصر معك، رغم انه ما في فرق بيناتنا كبير بالعمر. شو يعني كم سنه؟ ولا شيء. من 4 سنين واحد رفيقي انحكم 10 سنين، قلت وقتها اعطيني عمر نعيش 10 سنين، وهي مرقوا 4 سنين وكانهم 4 ايام. طالما انا وياك من جيل واحد، ليش لحتى يكون الحاجز الكبير بيناتنا؟ يمكن أنا الغلطان. لا لا، أكيد أنا الغلطان. المثل بيقول إذا كبر ابنك خاويه، فأنت أخي ليش لحتى خاويك؟ تعرف جاي على بالي أعمل إبريق شاي ونشربه سوا. يا أخي حابب أقضي كم ساعة معك، شو رأيك؟ أنا بعمل الشاي. أنت عود وأنا اللي رح أعمل الشاي، عود. معقول هانيا؟ معقول أنا وأنت قاعدين لحالنا؟ أوعي تصدق إني سرقت ال 2000 ليرة. بعرف اساسا هذا الغدا مكلفني فوق هيك بكثير. انا بدفع. لا لا لا، غلطان كثير، ما بسمح لك تدفعي ابدا، لانك هيك بتحرميني من فرصه كثير ارتفع. يعني بتنبسط لما بتدفع؟ يا ريت يا ريت تدفعيني، مو بس مقابل، شغلات كثير غاليه. ابي انخرب بيته. بالله انخرب بيتي؟ انت ليش معتقدي انه انا فقير ووضعي سيء؟ أنا وضعي ممتاز الحمد لله، مرتاح كتير، يعني بتقدري تقولي عني مليونير. هذا دخل المحل كله إلي أنا، خاص فيني أنا، أبي ما عنده مصاريف أبدا. حاولت فيه إنه يتجوز وحدة بعرفها بس ما رضي، الله يسامحه.
هلا انت مانك ملاحظ انه حكيك كله ماله طعمه؟ مو بايدي يا هانيه، صدقيني غصبا عني، لاني لما بطلع بعيونك بحس اني متلبك، مستحي، خايف، اي شيء. هاي شرحت لك وضعي بشكل علمي. قول وسكوت. بتعرفي هانيه، انا طول عمري بحب الخضار وبحب اللي عيونه خضر. كنت حب كثير الجرجير والخس والنعنع والغابات الاستوائيه والافريقيه، كلها كنت حبها. بس هلا لا، بطلت، صرت حب العسل. تعرف ليش؟ لانه الاخضر بيجي يوم بينشف، بيجي صيف وبينشف، بيجي خريف وبهر، بس العسل لا، بضل طول عمره عسل، وراح ضل حب العسل طول عمري حتى لو صابني سكر. تعرف انا هي اول مره بحياتي بحس حالي عم باكل على صوت راديو عالي وما عم بقدر سكته. لا انت ما بدك تاكل هاني، انت ليش صعب كثير؟ طيب شو رايك هلا ب 50,000 ليره عدا ونقدا؟ هذا مهر اضافي سميه، اشتغلي فيه اللي بدك اياه، بس بشرط تبلي ريقي بكلمه واحده انك موافقه تتجوزين، وهلا بروح بجهز حالي للعرس. شو قلتي فريد؟ انت بتعرف انه انا ما بحب هالحكي. هاني انت كثير صعبه، ما ملاحظه على الحال؟ حتى المزح ممنوع؟ لا انت ما فيك تاكل وانت ساكت. راح اكل معك حق، برد الاكل. انت شو اللي شغلك؟ صار لك مده عم تغيبي برات البيت، شو القصه؟ ولا شيء، يعني طلعت غير جو. انت بتعرفي انه شغلي بالبيت، قلت لحالي بتمشى شوي مشان ما اختنق. بس هي العادة جديدة معك، إذا بدك ببطلها. أنا بعترف إني ما عشت الحياة اللي أنت عايشها. بعترف اني ما حسيت بمرحلة الشباب اللي انت عايشة مع رفقاتك. كان كل همي وانا صغير اني اجمع مصاري وانجح بتجارتي، مشان هيك ضوعت اجمل سنين عمري. تعرف غسان، بحس رفقاتك عاديين، بس في واحد منهم بحسه ذكي. فريد؟ ايه فريد، فريد بحسه واحد حرك وذكي وخبيث، ولا انا غلطان؟ ومعك حق انه ذكي وحرك، بس فريد مو خبيث. حكيني عنه، قل لي كل شيء بتعرفه عنه. شبك ساكت؟ ما تحكي. ما بعرف شو بدي اقول لك، بس فريد شاب ذكي ومتفوق بدراسته، وانا شخصيا بحبه وبحترمه كثير. طيب شلون عايش؟ مع أبوه. على فكرة علاقتهم كتير ظريفة، كأنهم أصدقاء، عندهم محل بتعرفه. طيب وين بيروح؟ وين بيجي؟ يعني بيقضي يومه بين بيتهم والمحل والكلية ومعي أنا وبس. بس؟ ايه وبس. صحيح في جيران بيتردد عليهم، علاقته فيهم قديمة هيك وكويسة كتير. مين هن؟ تعرفهم؟ لا ما بعرفهم. ولا أساميهم؟ بسمعوا بيقول بيت أم زكي. جيرانه؟ تعرفهم؟ لا طبعا. هذا كل شي بتعرفه عنه؟ بتصور ما ضل شي ما قلت لك يا. ماشي، أنا تأخرت. على كل حال غسان، بقية رفقاتك بنتركهم ليوم تاني. وأنا عندي كمان اجتماع بلجنة نشاطات. دراستك؟ دراستي لا تخاف عليها، كثير منيحة. ماشي، وصلك معي؟ لا لا، بدي آخذ شوية ورق، تفضل أنت.
مساعدتي. تسلموا ايديك. تعرفي هانية؟ أنا طول عمري بنظر لعايدة على أنها صديقة وبس. يعني ما بعرف ليش أنت معتقدة إنه أنا بحبها. بس هلا تأكدت من شي واحد خصوصا إنه أنت بتطنشي. نحن بطلنظر. طب ليه مستعجل؟ مو أحسن ما نروح لهنيك؟ أنا هنيك فعلا بحس إني مخنوق. ما بحس إنه حدا بحبني أبدا. غريبة. مع إنه غسان كثير بحبها. بس بتعرف يمكن لأني لسه ما بيعرفك على حد. يعني مصرة على الروح لهنيك. أنت وعدتني. طمني وما راح أخلف بوعدي أبدا. أنا بعرف إنك وافقتي تتغدي معي بشرط نقضي بعض الظهر هنيك. بس نفسي أعرف يعني شو سبب الاهتمام. ما في شيء، بس حابة أعرف البنات اللي بتجيلي كيف عايشة. لازم لاقي نقطة ضعف فيك يا فريد، لازم. أنا وشي اسود بين الناس بسببكم. بنت مين أنت؟ أخت مين؟ أنا مين جوز أختي؟ وينه ابن أختي؟ ليش أختي وبناتها محاولين بيته لدكان يفوت عليها يلي بيسوى واللي ما بيسوى؟ أنا بعرف إنكم عم تدوروا على ابن الحلال، بس الناس ما بتفهم الكلام. صدقني يا خالي، إذا القاضي نطق بالحكم لصالحنا رح يكون رحمك من نار. إذا شعلت ببيتك ما حدا رح يقدر يطفيها، ولا حتى أنا. ما بدي تعرف مين أنا، بس مين معي؟ لا تخفف دم. مين معك؟ طيب زين. لك مين معك؟ عجزت. عجزت؟ اهلين هانية، مرحبتين. كيفك غسان؟ اهلا وسهلا. على فكرة أنا زعلانة منك. ليش؟ خير إن شاء الله. شو ليش؟ مو عبالنا بدك تزورنا مرة ثانية؟ أنت هيك وعدت. وأنا عند وعدي. طيب. أنا رايح أجيب كاستين عصير. خليك خليك أنا بجيب. تفضل تفضل بشرف. شو؟ عجبك الجو هون؟ ظريف ما هيك؟ كثير ظريف. فريد، هي مو غادة؟ ايه بتعرفيها؟ تعرفت عليها بالرحلة. لك شغلي، خليك شوي انا هلا برجع. دقيقتين بس رايحة لعندها. طيب. مرحبا. اهلين. حضرتك الانسة غادة ما هيك؟ ايه بتعرفيني؟ شفتك بالرحلة وحابة اني اتعرف عليكي اكثر. عندك مانع؟ ابدا ابدا، تفضلي. اول شيء انا اسمي هانية. آخ يا ماما، آخ تعبت، هلكت بحياتي كلها. ما مشيت قد هاليومين هدول، ويا ريت بفائدة. يي ماما ليش هيك انتي؟ ولك يا ماما بتعرفيني ما بمشي، ومشيتيني هالمشاوير كلياتها وما بدك يعني اتعب. ونبيل شاف الجهاز؟ لا ما شافه لأنه ما كان بالبيت. ما بقى فيني، الله يخليكي. أنا قايمة ارتاحي يا ماما.
اوه رجلي. احذري مين اجى لعندنا اليوم. مين؟ احذري. يي نورا احكي مين؟ غسان. عن جد؟ مو غريبة. وقعد كتير؟ دقيقة وحدة. طيب ما سألك عني؟ ايه، ولما عرف انك مو موجودة مشي على طول. تعرفي يا نورا، غسان صار يرتاح لي كتير ويعتبرني مثل اخته، وهذا اللي كان بدي اياه. شو؟ شايفتك مبسوطة كتير وطايرة من الفرح كمان. بتمنى لما افوت لبيت خالتي نكون كلياتنا اسرة وحدة، نحب بعضنا، ويا رب اقدر ساعد غسان بحياته. يا رب. غريبة، شايفتك كتير مهتمة لجيته. أنا لازم شوفه، لازم أعرف ليش كان بده ياني. ليش جبتها لهون؟ حاجة تمثل علي إنك مزعوج، تكرهها يعني؟ أنا عم بحكي عن جد، أنت ما لقيت غير هالمحل حضرتك تيجي تحب فيه؟ هي اللي طلبت تيجي لهون، كنا عم نتغدى ودفعتني حق الغداء، انتكبت اليوم. ومن وين لوين بتعرفها لغدا؟ ليش راحت لها؟ وأنت ليش مزعوج؟ فهمني ليش مقروش؟ لأني بعرفك وبعرف ألاعيبك. اسمع غسان، أنا مو فاضي لعقدك. أنا كتير كتير سعيدة إني تعرفت عليك. وأنا أسعد. رح أنتظر زيارتك. إيه؟ بقرب فرصة إن شاء الله. طيب عن إذنك. تفضل. مرحبا يا سيادة. أهلين. بتعرفي هاي البنت هاي؟ لا، أنت بتعرفها شي؟ إيه بعرفها، وبعرف أمها، وبعرف أختها، وبعرف أبوها اللي انقتل، وبعرف أخوها اللي بالسجن. عيب وائل. إذا بترد بدي أقعد لحالي. براحتي. يا ترى ليش تقربتي مني يا هاني؟ ظريفة هالبنت، تعرفوها؟ شو منعرفها ما منعرفها؟ هاي غادة. فريد أرجوك. شو أرجوك ما أرجوك؟ أنت ليش خفت؟ أنا حكيت لها لهاني عن كل شيء، بتعرف كل شيء. أنسى هاني يا جد، أنا ما في بيني وبينها أي شيء. أنت بتعرفي فريد هيك بيقول أي كلام. عن إذنكم. وين قاعدين؟ شو اللي زعل؟ يعني ما بتعرف شو اللي زعل؟ بعرف، بس بحب اسال. انا بكون فكرني رفيقتك. انت ما شاء الله عليكي تصرفتي كانه البيت بيتك. هلا انت بدك تضل هون ولا بدك توصلني؟ انا شخصيا بفضل الاولى. وانا شخصيا ما بستغنى عن الثانيه. اشربي العصير، 10 ليرات اشربي. هذا أكيد غسان. خولة؟ شغلت لي خير؟ شو في؟ ما في شي. شو نورا قالت لك يعني؟ ايه قالت لي، جيت فورا واستنيتك، ليش رحت على البيت؟ شو في؟ ما في شي، كنت متضايق شوي. غسان فعلا اذا بتعزني وبتعتبرني اخت وصديقه الك ما بتتردد. بقى احكي لي يعني بقلبك فورا. خولة، انت بتعرفي انه انا باذن الله رح اتخرج السنه، وشايف انه من حقي اني افكر بشريكه حياتي اذا حسيت انها قريبه مني. عن جد غسان؟ فعلا خبر بجنن. قلي قلي كمان. مرحبا ماما. مرحبتين. شو وين فريد؟ اردفته ما خليته يفوت. وين عايده؟ باوضتها. ايه تعالي نشوف.
انت كل يوم والتاني رح تستأذني من شغلك لحتى يستغني عنك ويشغل غيرك؟ ماما لا تخافي علي، ما بيقدر يستغني عني. شو لا حول ولا قوة الا بالله. ليش هيك انا عملت؟ ليش؟ كل اللي قلته حلو. انت ما بدك رأيي انا بعرف. انت بدك تحكي وترتاح. وانت بتعرف شو اللي لازم تعمله. واللي ساويته بالجامعة صح. ليش ما تشجعت؟ انت نيتك سليمة واكيد هي سامعة عن اخلاقك ومو بعيدة تكون منتظرة منك موقف يريحها ويريحك. يريحها؟ ايه وليش لا؟ عجبتك الاسوانة؟ يا ما عمل احسن منه. يعني ما عجبتك؟ طول عمرك فنان شفته. لا قوليلي بصراحة، يعني ما عجبتك؟ طبعا عجبتني، وأكبر دليل على هيك إني اشتريتها. اشتريتيها؟ جدو كثير حلوة، استخسرت تروح لغيري. آه يا بنتي آه. لو إيدي طايلة كنت هديتك إياها. ما بظن في إيد بتستاهل غير إيدك. ما أنت هديتني شغلة. أنا ما دفعت غير حق الذهب ويا دوب قدرت عليه. آه من الأيام يا بنتي آه. لو المحل موجود كنت غرقتك بالذهب. يا جدو أنت أغلى عندي من كنوز الدنيا كلها. بعدين حاجة تتحسر على الماضي بقى. يعني نحن وجودنا جنبك ما بينسيك سنين التعب والألم. طبعا بيعوضني طبعا. وخاصة أنت لما بتطلي علي وبتسمعيني كلام حلو مثل العسل. ايوه هيك بيحب. ايه وليش مستغربة؟ غسان يعني شو فيها؟ مو قادرة صدق. معقولة؟ شو كنتي فكرتي بدون احاسيس يعني؟ مو قادرة صدق. معقولة رح اخلص منه؟ تخلصي منه؟ بس ان شاء الله يقدر يقنع امه واخوه. طيب هو حاول يتقرب منك شيء؟ لا بس فكرة اني قلي وانا اله كانت غليظة كتير، وامك دائما كانت تذكرني فيها. خولة خولة انا بدي اخلص، شجعي خلي رح يخطبها. معقول ما قلت له؟ لسه. لك ليش؟ لشو جاييني لهون؟ انت كتير مستعجل؟ طبعا مستعجل. ليش؟ ما انت بالسجن والله اعلم متى بتطلع. لك هالحكي هاد غيرني كتير، غيرني كتير يا فريد. فريد انا كنت اناني، كنت ما افكر غير بحالي. عمري ما فكرت باهلي، عمرن ما عرفوا قديش معي لحتى راح كل شي معي. كمان ما فهمت ليش مستعجل. لك بدي ريح امي. عارف يا فريد انا بستاهل السجن. لك بستاهل أكتر من هيك. صار لي 4 سنين هون عم باخد من أهلي أكتر من الشيء اللي عم باخده من نبيل. عمري ما فكرت من وين عم بتدينوا هالمصاري. هلا لا تقلب لي إياها نكد الله يخليك، خلينا بالموضوع. اسمع أنا جمعت كل المعلومات اللازمة عن نبيل. هالمعلومات هي ما بتلزمني. تلزمني إلي أنا، مشان إذا أنكر أو قال ما معه هذا المبلغ أعرف كيف أضغط عليه. أنا هلأ جيتك مشان تعطيني الضوء الأخضر، فهمت؟ يا سيدي خدو. مو قبل ما نتفق. نتفق؟ ايه نتفق. هلأ خلي علاقة الصحبة لحال وخلي الشغل لحال. أنا يمكن تلزمني مصاريف مشان أدفعها لناس راح يساعدوني بالموضوع. فريد الله يخليك انسالي أمور البلطجة. أنا حاب عيش حياة نظيفة،
حياة نظيفة لأهلي ولجدي ولأمي ولأخواتي. بعرفهم، ما في داعي تعدد لي اياهم. تاني مرة بقلك لا تقلب لي اياها نكد. شو بدك تعرف؟ اسمع زكي، بدي أعرف شو ممكن تسوي مع نبيل إذا أنكر المبلغ. لك شبك ساكت؟ أنت مو قلت لي في مليون طريقة تحصل فيها مصاريك؟ وهادي اللي بيعرفه. شو يعني؟ الشي الوحيد اللي بقدر ساويه إني خزق عينيه إذا نكر المصاري. هذا الشي اللي بتقدر تسويه؟ فريد، وما لازم حس، إذا حس بضعفي ما رح نحصل منه شيها. اطمن منيح زكي، وبارك لي 200 ألف ليرة بستاهلهم. بشرط. شو؟ المبلغ ما بينقص ولا ليرة، بيدفعوا بالكامل 2 مليون ليرة. ماشي. صدقني يا أبو حازم، هالأيام ما بلاقي حدا يحكي معه غير زباين المحل. الله يكون بعونك ويساعدك. طيب وابنك فريد؟ فريد ما بشوفه، يا دوب بياكل لقمته وبطير من قدامي مثل العصفور، وبالليل بدخل غرفته وبينام. ما بعرف شو اللي شاغله بهالأيام. طيب طول بالك، طول بالك عليه. ابنك فريد عاقل ما بيخاف عليه، طول بالك. أنا ما بعتبره ابني يا أبو حازم، بعتبره صاحبي. ما هو المثل بيقول إن كبر ابنك خاوي. صحيح صحيح. إيه اسمحوا لنا. شبلك لسه ما شفناك. إيه بدرو شوف شغلي. أهلا وسهلا. ولا يهمك أبو حازم، بس ما بدنا نشوفك. ها ما بنستغنى يا سيدي، من عيوني. مو معقول غادة؟ ما عم صدق. ليش؟ مو أنا وعدتك بزيارة؟ إيه مزبوط، بس ما توقعت تكون زيارتك بهالسرعة هي. المهم إن شاء الله تكون مفاجأة حلوة. يا ستي هي هيك فعلا. أنا بصراحة جاية لسببين، مشان شوفك ومشان استفيد من الخصم اللي بتكرمي فيه حبايبك. على عيني وراسي، هي المحل كلياته تحت أمرك، نقي اللي بدك إياه. تسلمي لي. تفضل. في عندك هون؟ هذا الموديل في له الوان طبعا. وضح قصدك فريد. الطريقه هي بالحكي ما برتاح لبنو. شوف نبيل، انا بصراحه بدي استفيد، هاي فرصه واجيت لعندي. زكي يزعل ينسطح يبلط البحر يعمل اللي بده اياه، انا المهم استفيد، بهمني بالموضوع كله. هاد جيبتي. هادي اللي عم لك عليه. ايه بس هدول 900 ألف ما بينفعوني، بدي 2 مليون. انت بعقلك ولا؟ اسمع مني نبيل ووافق، انت لسه ما بتعرفني منيح. شوف فريد، ما تكتر حكي معي، أكثر من 900 ألف ليرة ما في. وبدك صراحة؟ أنا ندمت لأني عرضتهم عليك، وبتمنى ما توافق. يعني هذا آخر كلام عندك؟ ايه فريد، هذا اخر كلام عندي. عندك اعتراض؟ لا 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 ابدا، مثل ما بدك، بس يا ريت تسمح لي انا بستاذن. شو ما بدك يا هون؟ لا خاطرك. الله معك، مع السلامه يا فريد بيك. شو بده يعمل يعني؟ كذبه. منير اطلع لعندي. بتصدقي؟ حاسه اني بعرفك من سنين. وانا كمان حبيتك، مع انه بطبعي هاديه وما الي رفقات كتير، بس ما بعرف شلون انشدت الك. انا كمان ما الي رفقات كتير، مع اني بتمنى، بس شو بدي ساوي؟ ظروف العيلة كان لها تأثير كبير. وانتي شو ذنبك بظروف العيلة؟ المهم تصرفاتك انتي، وانا بعرف كل شي عنك. واضح انه حياتك مليانة قصص ومغامرات.
أنا سعيدة كتير بهالرأي. أنا حابة أزورك ببيتك مشان تتشجعي وتزورني ببيتي. أهلا وسهلا، يا ريت. أهلا وسهلا فريد، الفيلم راح يجهز بكرة. أهلين سامي، اسمع أنا مو جاي مشان الفيلم، أنا جاي لموضوع أهم بكتير. خير؟ أنت مو قلت لي مرة إنه في واحد ممكن يعطيك أجهزة فيديو مهربة؟ أيوة، بس الأسعار اتدفعت هالأيام. ما مهم الأسعار، المهم هلأ تعرفنا على اللي بزودك فيهم. ولشو؟ لا تخاف، نسبتك محفوظة. أنا الحقيقة بدي أشتري لي 10 أجهزة وخبيهم. خير إن شاء الله. لأنه أجهزة الفيديو كلها ارتفع سعرها، عرفت شلون؟ ما طورت نفسك يا فريد، الشغلة هاي مو سهلة. يا سيدي خليني أخسر، قديش بدي أخسر يعني؟ 10%، 15%، فداك. أنا خليني أجرب حظي. مين قال لك إني داخل على المضمون؟ على كيفك، بس التسليم مو عندي. أحسن، مو عندك أكيد. التسليم عندي بالمحل، بس خليه يجيب لي اياهم وقت الظهر لما بيكون ابي مو بالمحل، عرفت شلون؟ ماشي، بس مو تخليه يجيب العشر اجهزه مع بعض، خليه يجيب لي جهاز واحد بس. انا الحقيقه بدي اخذ اعطي معاه بالسعر، عرفت شلون؟ ايه امرك، ما يمر عليك ظالم. سلام. سلام، اهلين وسهلين. شو بك فريد؟ معقول يا أبي؟ معقول لساتك فاتح المحل وقاعد هون؟ بدك أسكر المحل وأروح؟ معلوم، صحتك أهم حاجة شغل. على العموم هي أنا أجيت، روح ارتاح ونام وريح بالك. الله يريح بالك يا ابني. ماشي، بس دير بالك على المحل. بعيون التنتين يا أبي، روح الله يوفقك. روح. الله يحميك يا ابني. مع السلامة. السلام عليكم. مع السلامة. ماشي يا نبيل، أنا حطيتك براسي وراح أورجيك مين هو فريد. تعال غدا يا بس. إجا نبيل؟ لا لسه. خلص بستنى ماما. يا حبيبي ريح عيونك، أنت من الصبح على هاي الحالة، بعدين الناس يوم العطلة بترتاح. يا ماما انت بتعرفي انا برتاح يوم وبدرس يوم، بكره ما راح افتح كتاب خلص. بتعرف يا غسان، انا من عيني غمض عيني وفتح عيني ولقيت متخرج. يا امي برضاكي ودعاكي، المستقبل راح يفتح لي ايديه هيك وراح اتوفق باذن الله. ان شاء الله يا رب. وبصراحه انا ما حارتاح الا لما جوزك. بعدين نوره قدام العين ولازم اخطب لك اياها رسم، شو رايك؟ ماما انا هلا ما عم فكر بالزواج. وأنا يا حبيبي ما عم أقول إنه زواج، أنا عم أقول خطبة، ولما يرجع أخوك من شهر العسل. ماما انسي هالموضوع بقى، انسي. انسى؟ اوعى يا غسان تسود وشي مع خالتك، نحن متفقين على هالموضوع هذا من وقت ما خلقت نورة وكل الناس بتعرف. بس يا أمي هذا الكلام غلط. أنت شو اللي بدك يا بالضبط؟ بدك تفرق بيني وبين أختي؟ بعدين يا غسان أنت ناسي أخوك؟ لك شو رح يكون موقفه قدام خولة؟ اسمع لك يا غسان، أنا ما بحب اسمع اللي سمعته منك مرة تانية. وبعدين أنا بنفسي وقفت قدام نصيبها مرتين مشان خاطرك، فهمان؟ يا أمي مو وقته الحكي، مو وقته. شو الحكي اللي عم تقوله؟ وقته ولا مو وقته؟ نورة إلك. وبكرة لما يرجع أخوك من شهر العسل بنلبس الخواتم، أنت فهمان؟ هي نورة بنت أختي يا غسان، نورة بنت أختي. واتفاقنا عمره ما كان لعب ولاد صغار. يا ماما اهدي بقى، اهدي شوي. ما بقى بدي اهدى ولا شيء. استغفر الله رب العالمين، استغفر الله رب العالمين. حضرتك سيد فريد؟ نعم انا فريد، خير شو في؟ انا من طرف سامي. ايه يا اهلين 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 وسهلين. خذ الجهاز. يسلموا ايديك. شو هذا المستعمل؟ ليش مو كرتونته؟ بيجي من برا لبرا، بيجيبوه من غير سلاتين مشان يستفيدوا من الحجم. ايه طيب تفضل. جديد جديد، اطمن. تفضل استريح. بعده قلنا له تبعه. تفضل. اهلا وسهلا. اهلين فيك. بس تاخرت علي شوي، ما هيك؟ اخرت عليك لانه وراي الجهاز حملته لواحد صاحبي تمويه، وقفت له بالشارع كاني رايح وسط بطريقي، وضل ورانا ساعتين، ولما نزلته حملته كيس مثل الكيس هذا، ما في غير كرتونه فاضيه، اغراض عاديه. وهلا انت متاكد انه مو وراك؟ اطمن،
انا كمان جبت اولادي معاي كاني جاي زيارة عادية. احنا كمان بنعرف كيف نسلك معاهم. تعجبني انت واحد صقرت. على فكرة بتعرف انا هالشغلة عجبتني كتير. ناوي سافر وجيب اجهزة على حسابي، شو رأيك؟ صدقني بتضيع. ليش؟ جهازين فيديو على فاكسين على تلفزيونين وهي كل الشغلة، شو قلت؟ اولا ما حدا بيهرب تلفزيونات لانه ما فيها فايدة، حجمها بضوء الفايدة. ثانيا الفايدة ما بتكون بجهازين وثلاث. اسمع مني الطريق هاي صعبة عليك. وانا مصمم امشي بهاي الطريق وهلا راصد له اكثر من 200 الف ليرة. انا هلا مطلوب مني اجهزة فيديو وتلفزيونات واللي طالبهم شخص باني بناية كبيرة وعامل اشياء مفروشة، شو قلت؟ بشو؟ لسه ما فهمت علي؟ يا ابن الحلال جبت لك طلبك، اعطيني حقه بدي امشي. اسمع مشان طمنك منيح تحط ايديك وجريك بمي باردة. بحب اقول لك انه زكي هذا المسجون بيكون صاحبي، وفاروق كمان رفيقه بيكون صاحبي، ونبيل صاحب معرض نبيل بيكون اخوه لصاحبي. انت بتعرف نبيل؟ صاحب معرض نبيل؟ مو مصدق يعني؟ عم اقول لك بيكون اخو صاحبي. بتعرف كل اللي ذكرتهم وبتتصل فيني؟ ايه. بتعرف ليش؟ مشان اثبت لك اني موجود، مشان تطمن بالك وتريح نفسك. وبدي تقول لي بالضبط مين اللي بيورد لنبيل. واضح انك ما بتعرف شيء. نبيل هو اللي بيورد للكل. طيب ماشي. قديش بدك حقه هاد؟ طبعا مبسوطة. لو ما اهتمامك الزايد عن اللزوم بشغلك كان يعني صحيح. أنا خولة مهتم بشغلي، بس صدقيني حبك بقلبي عم يزداد يوم بعد يوم. لما بتبعد عن المادة والأرقام كلامك بيحمل معاني حلوة كتير بتستناها كل بنت من خطيبة. على كل حال قربت خولة، كلها كم يوم وراح نتجوز. بعدين وينك؟ أنا عامل حسابي مقضي شهر عسل بتونس، شو رأيك؟ يعني هو مو شهر كامل، أسبوع زمان. مثل ما بدك. بعدين صدقيني رح حاول انتهز كل فرصة لحتى لففك العالم كله. ويا ريت يا ريت يزيد عددنا كل سنة واحد، وإذا كانوا اثنين مو مشكلة. فريد الله يخليك لا تلعب بالنار. لك أنا مو حابب تتورط بسببي. يعني عرفتهم؟ لك أنا طلبت منك تجيب المصاري وبس. اسمع لقلك كل المعلومات اللي ممكن تفيدني بالموضوع أعطيني إياها هلأ، وإذا عندك عناوين أي شخص بتعرفه له علاقة بالموضوع أعطيني إياه. بحب أقولك إنه موضوعي مع نبيل صار موضوع تحدي ولا يمكن أتراجع عنه أبدا، والمصاري لازم ترجع كلياتها حتى آخر قرش منها. ماشي الحال. اسمع منيح. مساء الخير جدو. مساء النور. لقيك لسه ما نمت. ايه معقولة نام قبل ما تطلي علي وتقولي لي تصبح على خير؟ جدو انا فرحانة كتير ومو جايني نوم، ما بعرف ليش. بس انا بعرف غادة هي السبب. شو دخل غادة؟ هي كل اللي زارتني اياهم مرتين. شو هالحكي؟ والتليفونات اللي عم تحكوا مع بعضكم طول النهار ساعات كلام ما بعرف شو هو. حابب تعرف شو عم نحكي؟ بس عرفتي هالمرة تنقي. عجبتك ما هيك؟ يعني بنت حلال. ولحقت تحكم عليها بسرعة؟ أنت ما حكيت معها غير كلمتين. يعني يا بنت الحلال بتنعرف من عيونها. أوف، وكمان لحقت تعرف لغة عيونها؟ شو قصدك؟ ما فيها شي جدو، وين بدها تلاقي أحسن منك يعني؟ ولا بلا كلام فارغ، اسكتي. طيب شو رأيك بقى انه انت بنظري شاب ما كمل 20؟ ولا كلمة ها؟ اسكتي. جدو انت تجوزت تيتي عن حب؟ لا انت شو قصتك اليوم؟ قومي نامي يلا، قومي نامي، قومي. لا جدو خلص ماني ناسانة، خلينا عم نحكي. بس كلام فارغ ما بدي اسمعه. لا خلص. هلا بدي اقول لك
انت مالك حاسه انه بعيده عن امك واختك؟ انا صار لي زمان ما شفتك قاعده معهم. جدو انت الوحيد اللي بتفهم علي، وخصوصا بهالايام. انا حاسه حالي اني محتاره كثير، حاسه انه حياتي عم تضيع على الفاضي، الايام عم تحمل لي مفاجآت ما بعرف شو في وراها. شو هالكلام يا هانيا؟ احكي كلام مفهوم. معقولة أنت ما تفهم كلامي؟ أنا يا بنتي فاهمه وحاسه وشعره، بس المهم أنت ما لازم تحسي فيه ولا تشعري فيه. الحياة قدامك يا بنتي، أنت بتتزهر مفتحة، وكلامك لازم يكون فيه كلام حلو وفرح وأمان واطمئنان. أنا هيك فعلا يا جدو، بس الشغل أخذ كل وقتي ونحن محتاجين. شو راح تعملي من غير شغل؟ يا جدو بدي أعيش حياتي، بدي استمتع فيها كلها. الحياة مو بس شغل. لا يا بنتي لا، الشغل نعمة، الشغل بيقتل الوقت. إذا قعدتي من غير شغل الوقت بيقتلك، الشغل بيخليك تحسي بالأمان. لا يا هانية لا تكوني طماعة. تصبح على خير. وانتي من اهله.